محمد بياع كويس، خدوا بالكم. فهو بقى قال الكلمتين دول عشان ايه ما يقولش انه ضحك عليا وادانا رقم قليل شويه. فهو بس يعني قال الكلام ده علشان ايه، والخطيب ورقصنا وعملنا الكلام ده ما يخش عليكم يعني، كويس. لكن الحمد لله انا فعلا ببارك للبرزنتيشن وبقول لهم ان انا متاكد يمكن افهم شويه صغيرين في الشغل ده ان هيحققوا مكاسب قويه جدا باذن الله يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله. كنا نعرف ان الاستاذ محمد كامل شاطر في